طبعا فتحنا المشروع عشان الاوضاع، انت عارف كيف الاوضاع في البلد والامور، فاحنا اربع اخوان فعطلين عن العمل. احنا كنا نشتغل اول شيء ردم، ظلينا نشتغل في الردم لما حوشنا راس المال تاع البسطه، تمام. وبعد هيك الفكره قعدنا مع بعض وجتنا الفكره، فحبينا نفتح اللي هو ايش، زبادي بالذره. اهم حاجه اللي هو ايش، ان التواصل الاجتماعي، يعني اغلب الناس احنا نتواصل معهم عن طريق ايش، التواصل الاجتماعي. كيف بيعرفونا، كيف عرف المكان تاعنا؟ طبعا عن طريق النت، انت عارف كيف الامور وكيف المشي الحال. فطبعا احنا بننزل منشلات، بننزل بوستات، بنصور زي ما بيجيك صحافه شباب، وبننزل صور لنا لكل حاجه. طبعا بننزل مثلا للفخار ايش بنعمل، بننزل الكاسات، كل شيء اول باول. وطبعا الحمد لله عندنا زبون مبسوط منه واحنا مبسوطين منه، وطبعا احنا ما بنكبر الا بالزبون. احنا بنتمنى يعني انه بنتمنى احنا بدناش اكثر، يعني احنا كنا نيجي هان في الدنيا شتاء، كنا نروح نعمل بعشرة شيء نكون مبسوطين مرتاحين، ان احنا بنيجي على شغلنا حاجه رسميه باسمنا ونروح كنا مرتاحين. لو كنا نعمل اقل حاجه 5 شيكل مش شرط، بس كنا المهم انه ايش، عندنا دخل وصار عندنا مكان، والحمد لله رب العالمين، واستمرينا والامور طيبه الحمد لله رب العالمين.